تعرفون شباب، أنا كلش فرحانة بيكم. يعني ما كنت متخيل الخطة هيك راح تطلع. عاشت إيدكم. ولو عمران تأخر شوية، بس يعني بالأخير أنا فرحت لما الزمول هذا، كلش ارتاحت. شباب ولو الموضوع مو وقته، بس ترى أنا متأكد جابر هو اللي خاطف محمود، وهذا الموضوع كلش مصفوني. ما يخالف، احنا خلينا ننتظر التحقيقات مال رائد عمران. اصلا هو قال لي راح اعطيك خبر اول باول. كلش طول صدق كذب شاب. اه حبيبي، خابر على جميل، خليه يجي اليوم لهنا. احنا لازم نتعاون ونلقى محمود، لازم نعرفه وين. ماشي، خلي اسولف لكم هاي السالفه. زوجته لهذا حسان اللي لقبوه بالسمين، تخيلوا كانت كلش خايفه، حتى خلتني اروح للباب بوحدي. دكتوره انت سباعيه وقلبك كبير بقد الدنيا صراحة. شهامتك وسباعيتك يعني أنت وشاب خليتوني كل شيء فخورة بنفسي. يعني ما كنت متوقع راح أوافق على الخطة. تدللين دكتورة صدق كذب، أنت بعد جيراننا. تسلم. وعيونك دكتورة ترى إحنا قدها، بس لو تعطينا فرصة. أنا أريد أقولكم على شيء يعني خاصة بهيج مواقف. قولي دكتورة شنو؟ يعني بهيج مواقف الاندفاع والحماس يخلينا نندفع من غير أي تفكير. يعني تعرفون من طلع المسدس قلبي راد يوقع من مكانه. سلامة قلبك. تسلم. أكو شاي إذا عندكم. لا لا شاب، احنا لازم نروح، الدكتورة كان يومها طويل اليوم. نروح بشغلة محتاجك بشي ضروري ونرجع بعدين من يجون الجماعة. ما رخصتش دكتورة. شكرا. محتاج شي بعد؟ شكرا. سلمينا. يا وصلت.